الوحيد المكتوم، ولكن أرى التسلل من فنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة، ويأتي هنا نهاب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري، وهناك أيضا الانطلاقات والتحديات الجميلة من قبل هنا المنطلق قلنا الطليلي، ثم الشيخ حمدان بن راهل بن سعيد المكتوم مع عبيد بشلان المري في تضميره على المركز الرابع، وفي المركز الخامس ياتي شديد على المركز الخامس من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي، والوصول هنا من شاهين ايضا من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي في هذه الانطلاقات الجميله والتحديات والاثاره. هنا المركز السابع، المركز السابع والمنطلق هذه اللحظات المختبر او المنتحر عفوا، ثم الشيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم مع مصري بن سالم بن عرطي الحميري من ياتي بالمنتحر على المركز السابع، وفي المركز الثامن، المركز الثامن صغان لسمو الشيخ سيف بن قريب بن سيف ال نهيان مع سعيد بن مبارك رهيبي في التضمير، وهناك مياس سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري في تضميره، وياتي متعب سمو الشيخ حمدان بن راهل بن سعود المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان في التضمير في هذه التحديات على المركز العاشر. نعود الى الصدارة، نعود الى مرموق من المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط، هنا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلال المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور. المركز الثاني الفنان على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع هنا مطر بن محمد بالضبيعة في تضمير نهاب، ياتي على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري في التضمير، حد شباب الهباب ينطلق في هذه الاداء المميز الجميل، وصل هنا وصل عمدة المضمرين مع الطليلي، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن شيلان المري في التضمير، وعلى المركز الخامس ياتينا شديد، والمركز السادس شاهين هنا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، سابع مراكزنا المنتحر ينطلق على المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم، يتابع مصري بن سالم بن العرط الحميري، مياس في المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم رمر عتيق بن سالم بن العرطي الحميري، وعلى المركز التاسع، المركز التاسع هناك صغان سمو الشيخ سيف بن قريش بن سيف ال نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي، وعلى المركز العاشر ياتي متعب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا التحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى الثنائي الجميل هناك على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا، والإثارة بمسيرتنا وتحدياتنا. المركز الأول، المركز الأول والمنطلق على الصدارة، هناك مرموق لا زال على الصدارة، مرموق لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثاني، المركز الثاني وياتي الفنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن محمد بالضبيعة على ثاني المراكز، نهاب في المركز الثالث، نهاب في المركز الثالث، ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع هنا عبد الله، هنا عبد الله بن ثعلب الهايري من ياتي على المركز الثالث لثبات الانطلاقات والتحديات. الطليلي في المركز الرابع، الطليلي في المركز الرابع، ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن شلان المري، وفي المركز الخامس ياتي شديد، والمركز السادس شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه الست المراكز الاولى المنطلقة، نبقى هنا يا مصور، نبقى هنا مع المراكز الستة الاولى بقيادة مرموق،
بقيادة مرموق المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من ينطلق على الصدارة على المقدمة هنا وعلى المركز الأول في هذه السيطرة الجميلة الجميلة لمرموق. المركز الثاني نهاف في المركز الثاني، الطليلي في المركز الثالث، ملكية تلس وشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هناك نهاب بقيادة عبد الله بن فعيل بن هايري، عبيد بن شيلان يتابع الطليلي، العاصفة مع شديد ومع شاهين القادمات أيضا من أجل العاصفة بقيادة غياث الهلالي وسلام تحديات والإثارة والسلوم، ولكن هنا المقدمة المركز الأول مع مرموق، مرموق على الصدارة والطليلي، مرموق والطليلي، الطليلي قادم بهذه اللحظات، هو شديد ايضا على المركز الثالث، تحديات واثاره مشاهدينا الكرام هنا في هذا الاداء الجميل، ولكن ارى الطليلي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور، الطليلي هنا على المقدمه على المركز الاول، مرموق من الجانب الاخر، مرموق بدا يتسلل مرموق الى الفوز والى الناموس، تهانينا لجنا العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، واللحظات الأخيرة هنا ولحظة وصوله إلى خط النهاية، المركز الثاني وصل الطليلي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث شديد بن العاصفة، المركز الرابع نهاب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الخامس أتانا هنا بالانطلاقات الجميلة شاهين من هجن العاصفة، والتوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه التحديات الجميلة سبع دقائق 51 ثانية وجزئين من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام مرموق، تهانينا من هجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، المركز الثاني كان الطليلي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بسبع دقائق 51 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راهب، تهانينا لأيضا المضمر عبيد بن شيلان المري وشديد، المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي سبع دقائق 53 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس. التواصل يستمر يا الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء في كل مكان، حيث تسير انطلاقة من انطلاقات المحبة والخير والبركة في ميدان المرموم، شوطنا الثالث عشر في انطلاقات هذه الفترة المسائية، شوط ينطلق تسير من خلاله